مشاهدينا الاعزاء اهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم اسال المدير على قناه الاونروا الفضائيه. كانت هناك فتره انقطاع لهذا البرنامج ولكن خلال هذه الفتره قمنا بعمل لقاء خاص مع المفوض العام للأونروا السيد بير كريمبول والذي تحدثنا من خلاله وناقشنا الازمه الماليه التي كانت تمر بها الاونروا وكيفيه تغلب الوكاله على تلك الازمه. بإمكانكم الاطلاع على تلك المقابلة والمقابلات السابقة على قناة الأونروا الفضائية على اليوتيوب كذلك على صفحة الفيسبوك الخاصة بالأونروا اليوم يوجد معنا مدير عمليات الأونروا الجديد السيد بوشاك والذي يسعدني أن أرحب به في هذه الحلقة مستر بوشاك. أهلا وسهلا بك سيد بوشاك وشكرا على تواجدك معنا well, شكرا على إجراء هذه المقابلة سيد بوشاك، لقد استلمتم مهامكم كمدير عمليات الأونروا في غزة. أنا متأكدة أن الكثير من مشاهدينا مهتمون كثيراً في البدء بالتعريف عليكم ومعرفة خبراتكم السابقة مرة أخرى شكرا جزيلا على هذه المقابلة لقد أتيت للعمل في غزة لأنني فخور وسعيد بأن أكون جزءا من الفريق حيث وافقت على الفور على القدوم وقبول المهمة هنا فيما يخص خبراتي فهي تعود إلى ثلاثين عاما كخبرة عمل في الأمم المتحدة في الجانب الإنساني حيث كانت ترتكز مهامي على جانب الدعم الانساني اضافه الى الاهتمام بمسائل تطوير اوسع من اجل ايجاد الامل للسكان النازحين من اماكنهم وبالطبع هذا يتقاطع مع مهامي هنا وهو بناء الحوار والثقه وبناء ما نستطيع بناءه لدعم ومعالجه المخاوف الاساسيه للاجئين الفلسطينيين هل هذه أول مرة تأتون فيها إلى غزة؟ نعم، هذه أول زيارة لي إلى غزة، وأول زيارة لي إلى المنطقة. لقد أشرت في حديثك أنك لم تستغرق سوى وقت قليل للتعرف على الناس وتتكيف معهم في غزة، وكذلك على الأجواء في الأونروا، ولكن هل تستطيع أن تخبر مشاهدينا ما هي أول الانطباعات التي حصلت عليها عن العمل في الأونروا، وكذلك انطباعكم عن هذا المكان من العالم؟ <applause> نعم لقد أمضيت الأسابيع الماضية منذ بداية شهر سبتمبر في التنقل في كل مكان، وقمت بالتركيز على زيارة المنطقتين اللتين ما زالتا مدمرتين، وكذلك أماكن أخرى حيث تستطيعين أن ترى حجم التطور والتطوير في البنى التحتية، إضافة إلى قيامي بلقاءات مع المعلمين والطلاب والزملاء، ولقاءات مع ممثلين عن المجتمع المحلي، والحديث طبعاً عن الآمال والطموحات الرئيسية، إضافة إلى الهواجس والمخاوف. الرئيسية لديهم السؤال الأبرز الذي يود مشاهدون الإجابة عليه ما هي أولوياتكم كمدير لعمليات الأونروا في غزة؟ أعتقد أن أول أولوية لدي مرتبطة في الوضع الراهن، حيث يعتبر أحد أصعب الأوضاع التي تواجهها الأونروا عبر تاريخها، وكان لدينا وضع مشابه حيث كان أهم جزء في الأونروا في خطر وهو التعليم، وهذا جزء من الوضع في غزة، حيث تسعى الأونروا إلى دعم التعليم وإدارة نظام التعليم لدى الطلاب اللاجئين في غزة. لقد رأيت ملامح الفخر في عيون الطلاب والطالبات والمعلمين في مدارسهم. نريد أن نبذل كل الجهود لضمان ألا يتكرر هذا الوضع، فنحن نعمل من خلال الأونروا ونعمل مع جميع المانحين والداعمين لضمان عدم تكرار هكذا وضع. لذلك اول اولويه لدينا تتعلق بالخدمات الاساسيه التي نقدمها. التعليم، الخدمات الصحيه وكذلك جوانب الخدمات الانسانيه المقدمه للمجموعات المهمشه والمعرضه للخطر وللعائلات ذات الوضع الهش والتي تعاني كثيرا، كل ذلك يعتبر اولويات لدينا. وإذا انتقلت إلى الأولوية الثانية فهي تتعلق بالآمال، بالأمس تحدثت في معرض إكسبوتيك ورأيت نفس الآمال موجودة في عيون الشباب المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات وإلى ما يتطلعون إلى تحقيقه، ورأيت ذلك في عيون الطلاب وفي عيون المجتمعات التي تحاول التغلب على ما مضى مدعومين من خلال الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات العاملة بعد الدمار. فان المرونه لدعم اللاجئين الفلسطينيين من اجل دعم تلك الامال والتي تعتبر امالا وطموحات سلميه وهو ايضا ما نتطلع اليه لندعمه وهذا يشمل ان ندعم اي مبادره في مجال ازمه الكهرباء او الماء او حتى في مجال منح الصيادين الفرصه للصيد طالما ان هذه المسائل تتعلق بحياه اللاجئين الفلسطينيين صحيح ان سؤالي من المبكر طرحه ولكن ما هي العقوبات التي تتوقع ان تواجهك في تحقيق هذه الاولويات ان التحديات تتعلق بمساله ان المدارس ما زالت مزدحمه والكثير من الطلاب يجدون انفسهم في كونتينارات والكثير من المدارس لديها عده فترات بالاضافه الى امور اخرى والتي قد تكون عقبه امام التعليم كما انني اقول انه فيما يتعلق بالمعلمين فان لديهم معيقات تعتبر بمثابه تحد لهم وهذا كله يؤثر على خدماتنا الاساسيه المقدمه نفس الأمر ينطبق على قطاع الصحة، فإن الظروف والمعيقات هناك هي نفسها مثل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر والتي تهدد قدرتنا على تقديم الخدمات. أحد أهم الأسئلة التي غالباً ما يتم طرحها هو ما هي آخر التطورات فيما يخص مسألة إعادة الإعمار والترميم؟ هل تستطيع تقديم آخر الأخبار في هذا الإطار للمشاهدين؟ نعم ومن عدة جوانب، أول شيء الأونروا نفسها استلمت أكثر من 200 مليون دولار من أصل 700 مليون دولار طالبت بها، وهذا يتعلق بجهود إعادة الإعمار فيما يخص اللاجئين الفلسطينيين، وبالتوازي مع ذلك هناك جهات أخرى تتبع الأمم المتحدة تتابع جهود إعادة الإعمار لفئات أخرى من المواطنين النازحين. حيث نسعى إلى تنسيق الجهود على أي حال ما قمنا بالتركيز عليه في المقام الأول هو استهداف ما بين 66 ألف إلى 70 ألف من أصحاب البيوت المهدمة والذين استلموا مبالغ من أجل القيام بإصلاحات لبيوتهم المدمرة جزئيا وقدمنا الدعم لنحو 700 عائلة والذين استلموا دفعة مالية أولى أو حتى ثانية من فئة البيوت الأكثر تضررا وشمل ذلك بعضا من أصحاب البيوت المدمرة كليا المهم ايضا هو اننا نعمل مع وكالات اخرى حيث قامت السلطات هنا بتشكيل لجنه تجمع كل الهيئات التي لها دور في عمليه الاعمار وذلك من اجل تحسين الوضع والترتيب لمساله المواد اللازم ادخالها الى غزه ونامل في هذا المجال ان نرى تحقيق مزيد من النتائج خصوصا فيما يتعلق بادخال كميات الاسمنت حيث تم التسهيل لادخال مواد البناء خلال الشهور الماضيه ولكن ماذا عن مساله اعاده اعمار البيوت المهدمه كليا هل يوجد ارقام هل من الممكن ان تكون اكثر دقه في ذلك حسنا فيما يخص البيوت المدمره كليا فنحن ما زلنا في المراحل الاولى ففي هذا الاطار تمكنا من دعم عدد محدود من البيوت فكما قلت استلمنا فقط الدفعة الأولى لبضعة مئات من البيوت وهذا هو الإطار الذي يجب أن نعمل عليه بشكل ثابت خلال الأشهر القادمة ولكن بالإضافة إلى ذلك فإننا سعداء بأن نرى فيما يخص الملاجئ والمدارس والمستشفيات ومرافق الصحة فنحن نقترب من نهاية مسألة التجديد وإعادة الإعمار وبناء مدارس جديدة ومنشآت صحية جديدة لكي يتمكن الطلاب من العودة إلى المدارس ولا أن تبدو ك أنها ملاجئ بل تبدو كمدارس كما ينبغي أن تكون. بالحديث عن الأوضاع المالية، وهنا أتحدث عن موضوع مختلف وهو الأزمة المالية الأخيرة التي أثرت على عدد الطلاب في الصفوف الدراسية، حيث تمكنت الأنوروا من تخطي الأزمة المالية وكذلك أزمة الصفوف لتصل إلى معدل 39.5 طالب في الصف الواحد. هل هذا امر جيد ام سيء مساله معدل عدد الطلاب في الصف <applause> أعتقد أنه أمر جيد ومناسب، وهو اتفاق مهم تمكنا بموجبه من حل مسألة بدء العام الدراسي هذا العام، وقد رأيت صفوفا دراسية أقل من هذا المعدل، وكذلك صفوفا دراسية أكثر من هذا المعدل، ويتوجب علينا أن نحافظ على أن يبقى المعدل أقل من 39.5 صحيح ان ذلك قد لا يعجب اولياء الامور ولكن الامر المثير للاهتمام عند الحديث مع الطلاب حول ما اذا قمنا بتوزيع الطلاب الى صفوف اخرى كم منهم من يريد ان يبقى مع بعض وكم منهم من يريد ان يذهب الى صف اخر ربما فاجاني الجواب ان جميع الطلاب يودون البقاء مع بعضهم كاصدقاء صحيح انه امر مهم ولكن ينبغي الاهتمام بأمور أخرى من أجل جعل التعليم ذا مستوى تنافسي وليس فقط مسألة معدل تعداد الصف الدراسي 39 فارز 5. انتقل في الحديث إلى مسألة مشاريع إعادة الإسكان التي نفذتها الأونروا، وأتحدث بالتحديد عن مشروع إعادة الإسكان المتمثل في الحي السعودي في رفح، حيث بدأت الأونروا في تطبيق المرحلة الثالثة من هذا المشروع الضخم، والذي يعتبر أكبر مشروع إعادة إسكان تقوم الأونروا بتنفيذه في غزة. ما الذي تستطيع قوله من حيث الجديد في هذا المشروع؟ في البداية قمت بالزيارة والاطلاع على المرحلة الثالثة من تنفيذ المشروع، واطلعت على عدد المنازل في المرحلة الأولى، وهو بالفعل مشروع رائع وجيد ما تم تنفيذه، وعندما أقارن مشاريع إعادة الإسكان التي أشرفت عليها خلال السنوات الماضية والتي تختلف عن نماذج مشاريع إعادة الإسكان في غزة، فإنني أستطيع القول أن ذلك هو شيء نفتخر به، وأمر يشعرنا بالسعادة بأن يكون لنا شريك مانح مثل المملكة العربية. العربية السعودية لتنفيذ مثل تلك المشاريع التطويرية هناك عشرة آلاف عائلة وهناك ألف وسبعمائة وحدة سكنية كما أن هذه الوحدات السكنية من الممكن القيام ببناء طوابق فوقها أي أن تتمدد عموديا وأقصد بذلك أننا عنينا بناء تلك الوحدات لدعم إمكانية بناء وحدات سكنية فوقها وما هي المعايير والشروط التي ستطبق على المستفيدين من المرحله الثالثه إن المعايير والفئة التي نستهدفها هي الفئات ذات الوضع الصعب وكذلك ستهتم المعايير بمسألة تخفيف الاكتظاظ السكاني في المخيمات في بعض الأماكن ليكون هناك مساحات مناسبة للجميع وبشكل دائم نستمع إلى ممثلين عن السكان حول استهداف واختيار الفئات الأكثر ضعفا واحتياجا صحيح ينطوي الأمر على بعض الصعوبات ولكن سنبقى نجري الحوارات الواضحة والصريحة المتعلقة بهذه المسألة وأن نضمن وجود إجراءات واضحة تخاطب الأكثر احتياجا وهل هذه المعايير والشروط تنطبق على جميع مشاريع إعادة الإسكان التي نفذتها الأونروا؟ حسناً، صحيح أن هذا المشروع هو الأكبر والرئيسي كما تحدثت، حيث يوجد مشاريع في مناطق أخرى تحتوي على وحدات أقل عدداً، وعليه يتم تطبيق معايير دقيقة لمن سينطبق عليه، ولكن الأمرين الأهم اللذين تحدثت عنهما هما استهداف الفئات الأكثر احتياجاً بناءً على ظروفهم المعيشية الحالية. والامر الثاني الذي تحدثت به هو مساله تحسين الظروف الحياتيه في المخيمات وكذلك ايجاد التفسير لمن سينتقل من المخيم ومن سيبقى. سيد شاك لناخذ استراحه قصيره ومن ثم نواصل لقائنا. اذا مشاهدينا الاعزاء فاصل قصير ومن ثم نواصل معكم. أهلا بكم من جديد الآن سنقوم بطرح الأسئلة التي قمتم بإرسالها عبر البوابة الإلكترونية للأونروا والتي ستظهر في أسفل الشاشة الآن الآن سنقوم بطرحها على مدير عمليات الأونروا السيد بوشاك سيد بوشاك، سأطرح عليكم الأسئلة التي تلقيناها من خلال بوابتنا الإلكترونية والموجهة لكم. أول سؤال: هل تم حل الأزمة المالية للأنوروا؟ وهل ممكن أن تظهر في المستقبل؟ في البداية دعيني أقول أنه من المهم المشاركة في فعاليات تتيح التواصل المباشر وأتطلع أن أستمر في التواصل من خلال هذا البرنامج وبالعودة إلى السؤال نعم فقد تم حل مسألة الأزمة وكما نعلم فقد انتظمت الدراسة وبدأت ولكن كما قلت في بداية حديثي يتوجب علينا أن نضمن تجنب ذلك في العام المقبل وأنه من خلال حديثنا مع المانحين والشركاء وضعنا ذلك بشكل واضح أمامهم إن الأمم المتحدة والأونروا تقوم بكل ما في وسعها للقيام من أجل تقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين، وهذا يتطلب وجود التزام من أجل تقديم تلك الخدمات، ولكن في الجانب الآخر فمن جانبنا كأنوروا يتوجب أن نضمن تحقيق ذلك بالشكل المطلوب، لذا علينا أن نعمل على الجانب النوعي، وهذا ما سنستمر بالقيام به، وإذا تمكنا جميعاً من الالتزام بذلك فإنني على يقين أننا لن نرى تلك الأزمة. وأن التزام الأونروا تجاه اللاجئين الفلسطينيين هو التزام قوي ولكن للأسف تعرضنا لتلك الأزمة ويجب أن نخرج منها أقوى السؤال الثاني بما ان الفصل الدراسي 2015 2016 قد بدا بالفعل ماذا سيكون مصير اولئك الذين اجتازوا مراحل التوظيف وافترض ان السؤال يشير الى المعلمين اذا لم اكن مخطئه بذلك فهذه المساله كانت مثار جدل لحظه ارسال السؤال ولكن ما الذي نستطيع تقديمه من تطورات في هذا الموضوع حسناً فالتطورات أنه سيكون بالفعل توظيف لمعلمين جدد، ونحن الآن في المرحلة النهائية من عملية التوظيف، حيث في هذه الأثناء يقوم المعلمون الجدد بالذهاب لمدارسهم وأخذ أماكنهم وجداولهم التدريسية. هناك أمور تتعلق بذلك، مثل كم عدد المعلمين الذين سيتم توظيفهم، فنحن نتوقع أكثر من 150 معلم، ولكن هناك معلمون لن يتمكنوا في هذه المرحلة من القيام بالتدريس، وعليه فإننا فاننا نعمل على ايجاد الحلول المناسبه التي ترضي الجميع والاهم من ذلك الاهتمام بمساله انهم معلمون اكفاء وهذا يعني وجود عمليه شامله كما اننا سنهتم بمساله من هم على قوائم الانتظار منذ اعوام سابقه بالاضافه الى وجود عمليه شامله لمساله المقابلات وذلك كله يصب في مصلحه الطلاب في موضوع متصل تلقينا سؤال عن الشواغر في الوظائف الدائمة والسؤال يشير إلى العقود الثابتة في الأونروا فهل سيتم إعادة الإعلان لتلك الوظائف أو أنها معلقة من الأونروا؟ ما زال لدينا متسع من اجل تقنين وترشيد النفقات وفي سياق كيف نمضي في مساله التوظيف فنحن ننظر الى الاحتياج الفعلي وفي اي قطاع وهذا يعني اننا لم نفتح المجال من اجل التوظيف على الشواغر الفارغه ولكننا في مساله معينه لتلك الشواغر وايها يتوجب طرحها للاعلان وايها لا يمكن طرحه سؤال اخر حول خلق فرص العمل والسؤال هو هل سيستمر برنامج خلق فرص العمل حسنا هو برنامج استفاد منه 12 او 13 الف مستفيد او حتى اكثر من ذلك العدد وهو برنامج يحظى بالاهتمام من الكثيرين وبشكل واضح سيستمر العمل بموجبه خلال السنه المقبله وهذا يعيدنا الى الامال والطموحات الاساسيه وكيف ندعم عقود عمل لفترات اطول تلك الامال لان في هذا البرنامج يحصل الفرد على فرصه واحده من خلاله ليتمكن اخرون من الاستفاده منه ايضا وهذا ما اراه من امال في عيون الشباب بحصولهم على عقود توظيف لفتره اطول وهذا ما اتطلع اليه اجراء نقاشات معمقه من اجل المساعده ودعم اللاجئين الفلسطينيين السؤال التالي يتحدث عن موضوع متصل، فهل ستطبق الأونروا مسألة العمل مقابل الحصول على الدفعات المالية بدل الإيجار؟ وهل سيكون العمل في قطاع التعليم أو في أماكن أخرى؟ وكم عدد الوظائف التي من الممكن أن توفرها الأونروا لهذا المقترح؟ في مسألة العمل مقابل الحصول على بدل الإيجار، والذي يعتبر برنامجا جديدا وهو مرتبط بطريقة حصولنا على التمويل. هناك الكثير من النقاشات التي جرت حول هذا البرنامج وتلقينا عددا محدودا ممن وافقوا على التوقيع والعمل بموجب هذا البرنامج انما نؤمن به ان هناك تطورات مؤسفه وندرك مدى الاحتياج البالغ للناس والعواقب الناجمه عن السكن في اماكن لم يتم ترميمها بعد لذا ينبغي البحث عن حلول جديده في هذا الاطار ولكنني اعتقد ان مساله العمل للحصول على بدل الايجار وربطها في العمل في اماكن لا تحت تحتاج إلى حرفية كما هو مقترح في الوقت الراهن أو لاحقا أنها أعمال تحتاج إلى حرفية ومهنية أعتقد أننا ما زلنا نتدارس الأمر ليغطي فترات زمنية أطول السؤال التالي يتعلق بسن التقاعد في الأنور والسؤال هو لماذا سن التقاعد لا يكون عند سن الخمسين؟ هل سيزيد ذلك من فرص الشباب والخريجين الحصول على وظائف وتخفيف معدل ونسبة البطالة بين الشباب في غزة إذا رجعنا إلى الجزء الأول من الحديث عن سن التقاعد؟ حسنا، إن سن التقاعد في الأمم المتحدة وهذا يشمل الأونروا هي مسألة تتم مناقشتها بشكل واسع عبر العالم، لذا يتوجب أن نعمل في إطار حدود سن التقاعد المقررة، ولكن ما يمكن أن نسعى له وما يمكن أن نفعله للتركيز على الفرص للجيل الشاب فنحن في وضع حيث السكان معظمهم من الشباب في غزة فأكثر من 50% من السكان أعمارهم أقل من 18 عاماً لذا فالسؤال ماذا يمكن أن نفعل لتحقيق آمالهم وكيف نزيد فرصهم في التوظيف في الأونروا؟ وبالإضافة إلى إيجاد فرص في أماكن أخرى هو بالتأكيد في صميم اهتمامي ولا يمكن أن نحل هذه المسألة لوحدنا من خلال تقليص سن التقاعد إلى سن الخمسين Uh, cut the retirement age to, to 50 years of age. And my last question to you: <applause> سؤالي الأخير لكم كمدير جديد لعمليات الأونروا في غزة، ما هي خططكم على المدى القصير والمدى البعيد من أجل تحسين ظروف الحياة للاجئين الفلسطينيين هنا؟ حسنا فيما يخص الخطط قريبه المدى فهي تتمحور حول الخدمات الاساسيه مثل التعليم والخدمات الصحيه واستمرار الدعم الانساني لاولئك المحتاجين وهذا مرتبط ايضا بالالتزام والثقه التي اهتزت بسبب الازمه التي مررنا بها هذا الصيف وهذا يعني ان نقوي من التزاماتنا تجاه اللاجئين الفلسطينيين وعلى المدى البعيد وبالتوازي مع ما قلته يتعلق الامر بمعالجه الاحتياجات الكبيره وهي الاحتياجات الناجمه على عن عواقب استمرار الحصار مثل مساله الكهرباء والمياه واخيرا وليس اخرا مساله التظيف نسعى لان نكون في خدمه ودعم اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق امالهم وطموحاتهم وان نسعى لتزويدهم بالخبره والمعرفه لما يحدث في غزه اشكركم جزيل الشكر سيد بوشاك على تواجدكم معنا هنا اليوم واتطلع الى اجراء مزيد من الحوارات معكم في نوفمبر القادم. شكرا جزيلا وبالفعل اتطلع للعوده الى غزه. شكرا إذا مشاهدين الأعزاء في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة إذا كان لديكم أي سؤال لمدير عمليات الأونروا في غزة قوموا بإرساله إلينا إلى البوابة الإلكترونية والتي سيظهر رابطها الآن في أسفل الشاشة إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة هذه ميلينا شاهين تحييكم وإلى اللقاء